عطيه مروان في السته والاثنين اللي بيكملوا يبقى ديانج ناحيه اليمين وامام عاشور ناحيه الشمال. اعتقد ان ده هنشوفها السنه الجايه. هي حيره لطيفه هيلعبها كل الجمهور يعني هيلعب كل لو سالت 10 من جماهير النادي الاهلي رتب لي الثلاثه مفيش هيبقى في حلول برضه يعني هيبقى في حلول كتير يعني هو واضح ان هو كمان بيدور ان كوكا يحل محل مروان عطيه يحاول ان هو يبقى بديل ليه. امام عاشور مثلا مع السوليه في مكان 8 ديانج يبقى ناحيه اليمين ويخش مع قفشه او جندوزي فانت وعندك السوليه طبعا عندك لسه اكرم حلول كتير ولسه اكرم توفيق واحد من الحلول المهمه جدا اللي هو لو دخل وسط أكرم الملعب قلب الاسد يعني لو دخل وسط الملعب اعتقد هيديك حل مهم. بس نرجع برضو لامام عاشور في حاجه انت جايب لعيب دي اولا الخريطه الحراريه بتاعته مع نادي الزمالك الموسم ده دليل ان هو بص حضرتك بيتحرك دايما اكتر الحمار رايح ناحيه الشمال لما يروح هيبقى جابها مع معلول وحسين الشحات ناحيه الشمال ده دليل ان هو بيتحرك ناحيه الشمال اكتر. لعيب كمان لعيب منتخبات لعيب دولي لعيب دولي يعني ايه انت جاي اولمبي بطوله افريقيا منتخب اولمبي ولعب اولمبيات ومنتخب مصر يعني لعيب يقدر يستحمل الضغوط. تعال بص على ارقامه في كل الدوريات اللي لعب فيها مثلا في الدوري المصري لعب 108 مباراه دوري ابطال افريقيا لعب برضه 12 وكاس مصر ودي البطولات مع ميتلاند. عجبني ارقامك يا دكتور احمد الارقام ما بتكذبش صحيح يعني الارقام بتقول مثلا ان امام عاشور بيقول ايه ان هو 142 ماتش جاب 21 جول تمام وصنع 12 هداف ده دليل لعيب خط وسط كويس. بص بقى على الديت كمان لعيب جوكر بيلعب في اماكن كتير جدا اكتر مركز لعب فيه اللي هو السي ام اللي هو ايه مركز 8 الارتكاز المهاجم يعني 75 مباراه جاب فيه 14 جون وصنع 9 الديفنسيف ميدفيلد اللي هو 6 زي ما كريم كان بيقول اللي هو ممكن يلعب في مركز 6 برضه لعب 9 ماتشات فيه لما تحتاجه صح خاصة لو انت لا قدر الله متأخر في النتيجة ممكن لعيب زي امام يرجع عشان تبدأ ان انت تنزل لعيب عنده نزعة هجومية قدام فتستخدمه 6 لعب ليفت ميدفيلد اللي هو رقم برضو 8 بس ناحية الشمال 8 ماتشات اتاكينج ميدفيلد صانع العاب لعب 8 ماتشات رايت ميدفيلد اللي هو برضو ارتكاز ناحية اليمين 7 ماتشات الوينج الجناح الشمال لعب 4 ماتشات لان كان بدايته اصلا جناح وبعد كده جناح يمين ماتش وبعد كده لعب باك يمين اللي هو كان في ماتش كاس الامم الافريقيه قدام السنغال لعب مباراه فارقامه برضو كل هل هو نجح في كل الانديه اللي لعب فيها ولا لا نجح في الزمالك نجح في حرس الحدود نجح في ميتلاند فانت جايب لعيب نجح في كل التجارب اللي لعب فيها. طيب خليني هتفق معاك يا كريم. بص حضرتك واعتقد دكتور دي الصوره اللي حضرتك كنت بتتكلم طبعا فيها. الصوره دي مهمه جدا ده بنتكلم في من يناير للنهارده 6 شهور وسط ملعب النادي الاهلي السنه الجايه حقيقي حققوا انجازات كبيره يعني ومن بدايه الموسم حتى بالسوبر اللي حققناه على حساب الزمالك بدايه كانت موفقه جدا لمارسيل كولر وزيد عليهم طبعا امام اعتقد اضافه قويه جدا. لكن خليني ارجع واحد زي ما كنت بقول في البدايه انه في لعيبه جت الاهلي نجوم ومع الاهلي بقوا اساطير صحيح وخليني اقول كمان انه فرصه كبيره انك مش بس بتلعب في الاهلي لكن بتلعب مع مدير فني اسمه مارسيل كولر عنده يعني حرفنه انه يشوف القماشه ويعيد توظيفها ويقدم لك فيرجن نسخه جديده تكسر الدنيا. شفت ده مع كريم فؤاد قبل يعني ما الاصابه تحصل وكان كريم فؤاد مكسر الدنيا شفت ده مع محمد هاني شفت ده مع فرسيتاو شفت ده مع محمد الشحات مع حسين الشحات شفت ده مع كهربا اللي جاي من بعيد جدا وحمدي فتحي طبعا فازاي امام شخصيا يستفيد من واحد تواجد في نادي الاهلي لعب على سكيل مختلف تماما مع كامل احترامي لتجربته في الزمالك مع كامل احترامي لاحترافه في الدنمارك لكن الاهلي غير واضح بطولات ومنافسات غير وازاي امام يستفيد من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. طيب سؤالك يعني سؤالك بقى سؤال هو اللي بيخش ايه في المناطق اللي في وجهه نظري الجمهور عايز يسمع اجابه عليها وعايزين احنا بصراحه برضو نتكلم فيها. سؤالي شقين، الشق بتاع امام عاشور نفسه كلاعب وشخصيا وامام عاشور ربما من حوالي سنه او سنتين كان لاعب عنده بعض المشاكل وكان عنده بعض الازمات داخل الملاعب. بعديها بفتره بدانا نحس ان امام عاشور من ساعه ما بدا يلتزم مع منتخب مصر بدا يتغير وبدا عقليته تنضج وبدا تصرفاته مختلفه حتى بعد مشكلته مع كابتن وليد سليمان مشكلته مع النادي الاهلي قدم اعتذارات رسميه وانتهى الموضوع في البرامج التلفزيونيه وبدا يفتح صفحه جديده مع الكل
ومشاهده ومع نفسه قبل الكل كله ومشاهده في الملعب بتؤكد ان عقليته عاليه. هاخد حته من الاله ثابت الدور الاول ولا بدور الاول مع الزمالك بس امام عاشور السنه اللي فاتت فنيا كان احسن من السنه دي، ارقامه طبعا اعلى بكتير. السنه دي لما لعب ضد النادي الاهلي في كوره مشتركه مع حسين الشحات، هو اللي عمل التاكلنج، هو اللي عمل التاكلنج على حسين الشحات، كره شهيره اعتقد يعني جمهور السوشيال ميديا عارفها، عمل تاكلنج على حسين الشحات وحسين هو فعلا وقع، وهو خد الكوره وهيعمل هجمه مرتده نادي الزمالك، امام راح واقف وطلع الكوره بره، رغم ان يعني بعض من زملائه كانوا بيطالبون هو يكمل يلعب. فده يبين لك ان العقليه بتاعت امام مختلفه، والجزء ده مهم جدا 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 يا احمد في تطور اللاعب للنقطه اللي بتقول عليها. انا النهارده دخلت النادي الاهلي ومدام النادي الاهلي حط عينه عليك يبقى هو شايف فيك حاجات كويسه. لما انت بتخش طبعا النادي الاهلي دايما احنا بنقول طول عمرنا اللي بيخش النادي الاهلي كده بتنزل عليه اشعه سينيه بيختلف، حتى شفنا من زمان باللاعب خارج النادي الاهلي بيبقى له بعض التصرفات بيخش عتبه. طب انا اقول لك حاجه يا كريم، معلش هطلع بره نطاق الرياضه شويه. ايوه طبعا، هو نفسها يعني نفس القصه بالظبط مع الكاليبر المصري. نعم، لما تحطه في منظومه عمل برافو عليك فيها نظام مؤسسي وفيها التزام وفيها ثواب وفيها عقاب. نعم، في كل مش بس في مصر، ايوه في حتى في الدول اللي بيقولوا عليها الدول المتقدمه. نعم صحيح، هتلاقي المصري صحيح صح بيتحرك يعني بشكل يبهرك، عايز اللي يواجهه. هو عايز اللي يواجهه، عايز اللي يحطه في المنظومه، مش عايز يتساب لوحده. وعايز يتواجه. وانا في وجهه نظري انت قلت كلمه كويسه جدا، ان من حسن حظ امام عاشور انه جاي برده مع مارسيل كولر. واحنا بكل امانه بكل امانه واحنا حتى بنقيم كده المدربين اللي جم على تاريخ النادي الاهلي يا احمد، انا في وجهه نظري مارسيل كولر بيتحط اسمه في الوقت الحالي جنب اسمين، مانويل جوزيه وهيديكوتي في السبعينات. هيديكوتي في السبعينات ومانويل جوزيه. ليه قلت الاسمين دول؟ ان الاسمين دول اللي خدوا النادي الاهلي من حقبه تكتيكيه لحقبه ثانيه. هيديكوتي طبعا يعني عصر هيديكوتي يحكوا عن هيديكوتي، واحنا جيلنا عصر جوزيه، وجوزيه خد النادي الاهلي والكره المصريه بكل امانه فنيا من حته لحته. مارسيل كولر بيعمل ده معانا دلوقتي. ما كنتش متوقع حقيقه ان مدرب سويسري يجي يعمل البوم ده بعد ريني فايلر. يعني سويسرا في الكوره ما هياش تريد مارك، ما هياش لما تجيب بس عندهم مدربين كويسين. انا فاهم فاهم، عندهم كمان اللي هو كان ماسك بازل وعندهم كريستيان جروس اعتقد برضه عمل كريستيان جروس عندهم مدربين كويسين، لكن فايلر جه عمل حاله عند المونا دي، وحتى بعد رحيله عمل نفس الحاله، والناس كانت بتتمنى انه في يوم من الايام ممكن فايلر يرجع. كان صعب انه بسرعه كده، احنا بنتكلم ايه ثلاث مواسم على رحيل فايلر، كان صعب جدا تتوقع ان في، وحتى كولر نفسه تهاجم بشكل كبير، واداره النادي الاهلي تهاجمت على التعاقد مع كولر وقال لك جايب مدرب قاعد في بيته وبقى له مش عارف كام وسنه كبير والكوره عنده خلصت. ورغم كده الحقيقه الراجل قدم موسم ولا اروع، فاعتقد انه كمان كولر يعتبر واحد من اهم الصفقات اللي عملها الاهلي الموسم ده. طبعا كولر هو نجم الموسم، اهم صفقه النادي الاهلي جابها، عمل طفره في حاجات كتير قوي. يعني لو قعدنا نتكلم عليه ده، اول حاجه تعالى نبص مثلا على ارقامه وانجازاته. اولا هو لعب مثلا مع النادي الاهلي 55 ماتش، كسب 42، اتعادل 9، خسر 4 ماتشات بس. ده مارسيل كولر نسبه فوزه 76%. 76% اثنين في دوري الابطال خارج الارض، الخساره من الهلال في كاس العالم وصن داونز وريال مدريد وفلامينجو، اربع يعني ماتشات، والاثنين اللي خسرناهم في دوري الابطال في دور المجموعات، والاثنين كانوا بره الارض. بره الارض، والاثنين كانوا بعد كاس العالم للانديه. راجل جايب 106 هدف، لعيبه النادي الاهلي مسجلين مع مارسيل كولر 106 هدف. لو استعرضنا حتى ارقامه 106 هدف في 55 ماتش، رقم كبير. اعتقد ان مفيش مدير فني جه في الفتره دي قدر ان هو يعدي ال 100 هدف. كان بيدور على مهاجم وكمان ايه، انت احنا كنا بنعد الثلاثيات 14 ثلاثيه لمارسيل كولر، بدانا نعد الرباعيات، حتى الكبار لم يسلموا من ثلاثيات كولر. بدانا يعني الثلاثيات دي مش على فرق لا ده فيها انديه كبيره، بيراميدز والزمالك فيها انديه كتير، والرباعيه برده، ما هو الزمالك اخد رباعيه برده، فاز بالرباعيه دي، فاز برباعيه 4. يعني بص ارقامه، البطولات 5 بطولات، عدد اللاعبين المشاركين معاه اللي استخدمهم 34 لعيب، يعني دليل ان هو ايه بيدور.
طب هل الارقام مثلا خلاص الارقام بتقول ان الراجل ده نجح بنسبه 100% واكتر من المتوقع كمان، جاب بطولات ما خسرش، عمل كل حاجه تقريبا في الموسم. شكله ومظهره الطيب ده كان خادع في بدايه الموسم. في بدايه الموسم بس هو بص حضرتك منظومه النادي الاهلي بتنجح اي حد صحيح، بس مارسيل كولر عنده السمات الشخصيه اللي تشتغل في منظومه ناجحه زي النادي الاهلي تنجح معاه. كريم خليني اقف مع الجزئيه دي، لانه نجاح كولر في اول موسم، خد بالك انت كنت بتقارنه بهديكوتي وجوزيه، وتعالى افكرك كده ببدايات جوزيه ما كانتش بنفس الانطلاقه، ما كانتش بنفس القوه او الزخم او فكره، سيبك من نجاحات، لكن فكرتك انت تقنع جمهور بحجم جماهير النادي الاهلي انك انت تريد مارك، انت من اول موسم العلامه الكامله، مش بس نجاحات وبطولات وارقام، لكن كمان في كل حاجه الاداء طبعا. والاداء بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ما تدينيش بطولات وتعكنن عليا كوره، لا انا عايز استمتع كوره وعايز فرقه واقفه على رجليها طول الموسم، وكولر عمل ده. السؤال هنا، ده رفع سقف التحديات بالنسبه لكوره الموسم الجاي؟ ده بيخلي انه التجربه عشان تستمر